مساء الخير على الحلوين، ازيكم؟ واحد واحد، واحدة واحدة، يا رب تكونوا بخير واموركم تمام. احنا دلوقتي هنبتدي قراءة برج العذراء. يلا العذراء يجمع هنا زي ما قلنا، اكتر حد هيعمل شير او انتر اكشن، لايكس من السوشيال لايكس مهمة جدا وبتبسطني جدا جدا. هيبقى ايه؟ قراءة خاصة مجانية بكرة ان شاء الله. حالة العذراء عاملة ازاي؟ Queen of Pentacles، أولاً شايفة إن الأمور تحت السيطرة، وأنتوا عارفين إن السيطرة مهمة عندكم قد إيه؟ عندكم Queen of Pentacles بتوحي بالتحكم في الأمور، الأمور تحت السيطرة، وكمان رعاية جامدة جداً جداً للعذراء ولكل من يحيط العذراء. العذراء بمعنى ان العذراء بيهتم بنفسه جدا، دلع نفسه، واخد باله بصحته، واخد باله على مظهره، واخد باله على بيته، والحاجات دي كلها في حاله اعتناء حلوه كده عند العذراء، وبمزاج حلو قوي قوي، وكمان معتني جدا في الناس اللي حواليه بكل الاشكال بقى، ماديا، عاطفيا، معنويا، بكل الاشكال. العذراء ما شاء الله، اذا كان ام، اذا كان اب، يعني موزع كمية اهتمام للناس اللي حواليه بصراحة، يعني ما شاء الله يتحزوا اللي حوالين العذراء. حب جامد قوي، واهتمام ورعاية حلوة جدا جدا. طيب ايه الحاجة اللي نفسه فيها العذراء؟ العذراء زي ما بيدلع عايز يتدلع، تمام؟ اهو desires، عايز يحس انه كل ما زي ما بيهتم بالناس اللي حواليه بيهتموا بيه وبيراعوا وبيقدروا وبيريحوا. دي اكتر حاجه بيحاولوا ان هم يريحوا عنك انت، عنك انت، خلاص انا هعمل المشوار ده، انا هعمل الحكايه دي. عايز يحس ان هو ايه قاعد وايه متسلطن كده، لانه بيدي، فحقه ان هو يحس ان اللي قدامه بيعاملوه بنفس المعامله، ويا ريت لو احسن، ليه لا؟ تمام. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تساعد العذراء وتخليه كمان احسن واحسن؟ انا شايفه كمان ما شاء الله ان هو يعني مبهج الشهر ده، وطاقته حلوه جدا. السفر، يعني لو تقدر برج العذراء تخطف بعضك كده وتروح انت ايه تدلع نفسك كده، وبرده ده من ضمن خلينا نقول من ضمن مراسم ان انت بتهتم بنفسك، بصحتك النفسيه وصحتك بشكل عام. خد بعضك وسافر، قضي وقت حلو في مكان فيه طبيعة، فيه هدوء، واستمتع بالهدوء ده. كمان الحاجات اللي ممكن تساعد برج العذراء، ان نحاول ننزل شوية السيوف اللي احنا ماشيين بيها دي. السيوف دي بتوحي بالمسؤوليات او الاعباء او الحاجات اللي العذراء شايف ان هو ملتزم ناحيتها. مش لازم كلها تتعمل، على مهلك، بالراحة، حاجة ممكن نعملها النهاردة وممكن ما نعملهاش، ممكن نعملها تاني يوم. Take it easy. النصيحة أو الحاجة اللي هتساعدك الهدوء. الهدوء سواء أنت تروح لمكان هادي تستمتع بالهدوء فيه، أو أنك أنت تخلق الهدوء ده لنفسك. ما تكركبش الدنيا فوق راسك، أنا ورايا ورايا ولازم أعمل وأعمل في نطاق الرعاية اللي أنت بتراعيها الشهر ده. لا، واحدة واحدة على نفسك، وتكمل بقى إن شاء الله، وتفضل مكمل بالشكل ده. ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتعوق برج العذراء الشهر ده؟ ذا لوفرز، ممكن تكون الحاله العاطفيه عند برج العذراء مش فظيعه، حاسس ان هو وشريكه مش على وفاق، او مش في حاله انسجام عاليه قوي، وخلينا نقول كمان مفيش صراحه، الصراحه المطلوبه او حاله الشفافيه المعتاد عليها، حاسس ان هو وشريكه الدنيا مش فظيعه. وشريكه ده ممكن يكون شريكه في عمله، ممكن يكون شريكه الحقيقي، حبيبه يعني، فهو حاسس ان الحاجه اللي تعباه الشهر ده الشريك، حاسس ان هو كانه مش واضح، كانه مش ماشي معاه على نفس الخط، مش هو في وادي وهو في وادي، مش في حته واحده، تمام؟ طيب بس الدنيا شكلها طبيعي وكويسه جدا. ايه النتائج اللي ممكن العذراء او نهايه الموضوع ده يحصل في ايه؟ الناس متوقعين سفر من برج العذراء، شايفه ان شاء الله بيحصل سفر. شايفه كمان الناس اللي لو هو نطاق الرعايه والاهتمام والتركيز ده كله في مجال الشغل، شايفه انه بيحصل عنده تطور حلو جدا في الشغل، عنده بيظهر كده وبيبان وبيطلع كده.
والسفر زي ما قلنا ممكن يكون سفر ان هو يسافر يشتغل بره او يسافر يتفسح يعني. فالمهم ان انا شايفه النتيجه الشهر ده ممتازه، وبتدي لبرج العذراء حاله من القوه والثبات وحاجه مفيش بعد كده. فانصحكم بالسفر يا برج العذراء للي يقدر، لو الموضوع موضوع استجمام. وبالنسبه للعمل شايفه ان هو زي ما قلت، شايفه انه بيحصل نتيجه المجهود اللي بيتبذل عند برج العذراء الشهر ده، بيبتدي يحس انه في حاجه بتتغير، في تطور، انا بتطور، انا بعلى. تمام. طيب ماديا اخبار العذراء ايه؟ ماديا وصحيه. ماديا الحمد لله شايفه الدنيا ماشيه بشكل طبيعي، فيها تناغم، ماشيه كويس يعني. ممكن اقول ان اللي جاي على قد اللي رايح، بس الامور ماشيه، في انسيابيه والدنيا ماشيه كويسه جدا، طبيعيه خلينا نقول، ومنوره، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش لعبكه يعني. صحيا الاسد ما شاء الله حلو جدا جدا، صحيا كويس، كويس جدا الحمد لله. وكمان الامبراطور لازم برضو حته السيطره، انه العذراء حته ان هو بيحكم رايه شويه الشهر ده جامد، صلب الرأي الفترة دي. نحاول لو احنا يعني دول امهات او ابهات او مديرين في الشغل، نحاول ندي مساحة شوية للناس اللي حوالينا علشان ما يحسوش بكتمة. تمام. نبتدي شوية ندي مساحة يعني الرأي الاخر والحاجات الظريفة دي. العذراء الحمد لله شايفة الامور كويسة، ممكن عاطفيا ما يبقاش فظيع. هنشوف دلوقتي القراية العاطفية اخبارها ايه. يلا نشوف القراية العاطفية. الموضوع في فلوس، في هل في مشكله ماديه عند برج العذراء وشريكه؟ هل هي مشكله ماديه؟ مش عارف، بس خلينا نشوف. تمام. لا الدنيا مش حلوه، بس هتبقى زي الفل ان شاء الله. بصوا بقى الطاقه ما بين العذراء وشريكه فيها حاله صبر، يا صبر يا صبصب. تمام. صبر اوكي، وصابر، والصبر زي ما قلنا مش اللي هو لا، صابر يعني متأزم وساكت. تمام. فهو صابر ومستني، ما بياخدش اي خطوه. تمام. هو ساكت خالص وقاعد مستني رد فعل من شريك من شريكه. وخلينا نقول ان الطاقه ممكن تكون كمان عكسيه، ممكن تكون دي الناحيه الثانيه، ان الشريك صابر، بس انا شايفه في النهايه انه في حاله صبر وانتظار. دي الطاقه اللي ما بين العذراء وشريكه، صبر وانتظار. كويس. العذراء حالته عامله ازاي؟ انا شايفه ان هو في حتة ايه، ايجو شوية، انا ومين زي انا. ثقة بالنفس بيحاول يوريها لشريكه جامدة جدا. وعايزة اقول كمان ان هو يعني بيستعرض عضلاته شوية بعزوته بقى، ايا كانوا بقى دول، عيلته، باباه، مامته، الولاد، الصحاب. انا الكترة معايا انا، او انا الحق معايا انا، وبشهادة ناس كتير قوي. تمام. فمستقوي كده وايه، وانا جامد جدا مفيش زيي. اوكي. شريك العذراء الناحيه الثانيه حالته عامله ازاي؟ انا شايفه ان هو بيحاول يكون يعني حقاني، بيحاول ان هو ينصفك او يعوضك بشكل ما، وبيعوضك بالفلوس، بالماده، ان هو بيجيب لك حاجة، بيشتري لك حاجة، بيدي فلوس للعذراء. مش لازم تكون فلوس، بس لا، اللي انا شايفاه ان هو بيدي حاجة بس بطريقة اللي هو كأنك تشحت منه، كأن دي حاجة هو مش مفروض عليه او مش لازم يعملها. الطريقة اللي بيديها لك ممكن ده يكون حقك اللي هو بيديهولك، بس بيديهولك بشكل من اشكال اللي هو عادي الجمايل يعني. تمام. تمام. العذراء نفسه في ايه؟ The High Priestess. انا متأكدة انه في حاجة عند العذراء مستخبية، مش عارفها عن شريكه وحابب ان هو يكشفها. حاسس انه في حاجة غلط
يمكن يكون حاسس ان شريكه مثلا بيخونه او بيعرف حد تاني او ان هو مخبي عليه حاجه، فالعذراء عمال يفرق نفسه يعرف ايه اللي شريكه مخبيه ده. خليني اقول لكم اللي انا شايفاه والله اعلم. طبعا هو الشريك مش شايف ان هو في علاقه تانية ولا حاجه ولا بيخون ولا حاجه، بس هو مش مبسوط، هو عايز يمشي. مش شرط يمشي ان هو يعني يحصل انفصال تام، بس خلينا نقول عايز يبعد شويه، عايز ياخد بريك يفصل شويه، بس مش شايف انه في شخص تاني. فمش دايما يا برج العذراء تفسير ان الشريك متغير معاك او معاكي انه في حد تاني، لا مفيش حد ولا حاجه، بس هو مش مبسوط دلوقتي. طيب العذراء شايف شريكه ازاي؟ شايفه بقى عصبي جدا او عصبي جدا، في حاله دايما في حاله دفاع عن النفس، لا ما عملتش. يمكن العذراء عمال يرمي اتهامات على شريكه، انت بتعمل حاجه غلط او انت بتعملي حاجه غلط، انت او يعني في شكل رمي اتهامات، والشريك الناحيه الثانيه دايما في حاله ايه، عامل اللي هو انا بسميه اوتوماتيك سيلف ديفنس، يعني حاجه اوتوماتيكيه شغاله، لا ما فيش، ما حصلش ما حصلش ما حصلش، في حاله انكار تام جامده جدا. طيب نهدى شويه على اتهامات يا برج العذراء، وزي ما تعودنا في اللايفز اللي فاتت كلها يعني مش هنرمي اتهامات غير ومعانا ادله قاطعه. غير كده حاجات انت بتفكر فيها او شكوك عندك ما ينفعش تتهم بيها غير لما يكون معاك زي قاطع وشهود، تمام؟ علشان ايه الانكار ده. طيب الشريك شايفك ازاي يا برج العذراء؟ هو عارف ان انت زعلان، شايف ان انت بتمر بوقت صعب عاطفيا، متضايق وزعلان ومهموم جدا جدا، هو شايف ده، بس ما تتوقعش منه رد فعل يرضيك الشهر ده، مش شايف ان هو بيحصل، شايفه حاله زي ما قلنا هنا بقى الشهر ده عندكم طاقه القمر، في طاقه تحفز، في طاقه جمود، يعني كل واحد في وادي، فعلا كل واحد بيتكلم في وادي، انت بتتكلم في ناحيه وهو بيتكلم في ناحيه ثانيه خالص، انتوا مش سامعين بعض لسه مش سامعين بعض. استنى شويه ونتقل الشهر ده عشان الشهر الجاي الطاقه هتتغير خالص. شايفه ان شاء الله حاله توافق، الامور هتتضح وكل حاجه هتبان كويسه جدا، هتبقى واضحه جدا بالنسبه لك يا برج العذراء، والشهور اللي عندك دي كلها هتشوف ان هي ما كانش ليها اي لازمه، ومخاوفك اللي عندك دي وفريق واحد والدنيا حلوه جدا جدا. الشهر اللي بعديه ايس اوف بنتكلز برضه حاجه حلوه جدا، بدايه حلوه جدا للعلاقه، زي ما تقولوا ايه بتعملوا ريفرش، بتدوسوا ريستارت، العلاقه بترجع بتستمد طاقه جديده وبتتجدد، وحاجه ما شاء الله حلوه جدا. فما تقيمش الموقف على ما هو عليه دلوقتي، دي عادي بتمر بيها علاقات كتيره جدا، واحب اطمنك يا برج العذراء لو انت قلقان وعندك شكوك ان الشريك بيخون، لا ما وصلتش للخيانه ومش شايفه خيانه خالص، اللي انا شايفاه بس حاله ايه؟ ممكن يكون برده حاله الدفاع عن النفس المستمره دي بتتعب برده يا برج العذراء، فنحاول بقى يعني ما نتهمش حتى بالتقصير، يعني مش لازم تكون بتتهمه بحاجه ان انت مقصر معايا، بلاش دلوقتي، يعني خلينا نقول في اوقات الشريك ممكن يسمع فيها الشكوى دي واوقات ما بيقدرش. خلينا نقول ان الشهر ده مش من الاوقات الحلوه انك انت تبتدي تعبر عن نفسك، حاول تستنى شويه. الحكمة هتقول لكم ايه يا عذراء يا حلوين؟ تمام، بيقول لك go create، حاول تشتغل شوية على ابداعك يا برج العذراء الشهر ده. بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا في المجالات دي اللي فيها ابداع، رسم، مزيكا، الحاجات دي، في طاقه ابداع عندك حلوه قوي، استغلها استغلها كويس، يعني ما تحاولش تخلي اي مشاكل عاطفيه عندك ان هي تاثر على حته الابداع عندك الشهر ده، لان هي متالقه. اوكي جو كرييت. ايوه ومش بس كده، روحانياتك كمان اطلقها، ابدع، اسرح بخيالك، عيش خيالك، يعني اطلع من الواقع المادي، حاول ان انت تطلق ابداعك وخيالك، تمام؟ ده هيفيدك جدا لو مشكله مثلا عاطفيه عندك، انك انت تبتدي تخرج من المشكله شويه. طبعا احنا عارفين ان كل لما بنبقى جوه المشكله كل ما بنبتدي ايه ما نقيمش الموضوع صح،
اخرج شويه وارجع تاني زي ما شريكك عايز يعمل بالظبط، عايز يخرج شويه ويرجع تاني. دي حاجه هتفيد جدا جدا ان شاء الله في العلاقه، وهتفيدك كمان في شغلك جدا جدا، بالذات لو شغلك بيعتمد على الابداع. التامل كمان حاجه كويسه جدا، هيساعدك كتير ان يبقى عندك افكار حلوه. نورتوني حبايبي، بحبكم قوي 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 قوي. تصبحوا على الف خير، واشوفكم ان شاء الله بعد بكره. باي باي.